النهارده مركز التسويه بيلزم اتحاد كره القدم باستكمال بطوله 99 ويرفض طلب الاهلي. يعني ايه؟ طيب خليني اقول لحضراتكم ايه اللي حصل، وانا قلت الكلام ده تقريبا من اسبوعين لما خرج بعض المعلومات او بعض القرارات من اتحاد كره القدم ان هو هيبدا مسابقات الناشئين خلال الفتره من كذا لكذا، وانا كنت مصر ان انا اتكلم في هذا الموضوع لانه ساعتها قلت لحضراتكم انا مش فاهم هو مصير بطوله مواليد 99 هيحصل فيها ايه. النهارده اصدر مركز التسويه والتحكيم قراره بشان طلبي الاهلي باستكمال بطوله الشباب وعدم قانونيه مشاركه لاعبي الزمالك الشباب خلال مواجهتي الجونه وطلائع الجيش في بطوله الدوري الموسم الماضي. القرار اللي اتقال ايه؟ ان مركز التسويه قرر قبول شكوى الاهلي والزام اتحاد كره القدم باستكمال دور مواليد 99 واقامه المباراه الفاصله بين الاهلي والزمالك لتحديد بطل الدوري، ده رقم واحد. ايضا رفضت لجنه التسويه النظر في شكواه بشان مشاركه لاعبي الفريق الشباب في الزمالك في مباراه طلائع الجيش والجونه لانتفاء مصلحه النادي الاهلي. اذا بالنسبه للموضوع بتاع منتخب الشباب، موضوع منتخب الشباب خلاص يجب، او مركز التسويه اصدر قرار باعاده هذه المباراه، او ان يجب ان يكون هناك مباراه ما بين الاهلي والزمالك للنهائي هذه البطوله عشان نعرف مين اللي هيكسب هذه البطوله.